السلام عليكم. اليوم رح نكمل في الوحدة الثامنة من اتخاذ القرار ومنهة المستقبل للصف العاشر في التربية المهنية، ورح نبلش في الفصل الثاني التعليم وسوق العمل. الفصل هذا رح نحكي فيه عن التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، ورح نحكي عن حاجات سوق العمل وفرص التعليم. التعليم المدرسي عنا يا بينقسم لمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي التعليم الأساسي من الصف الأول للصف العاشر، والمرحلة الثانية بتكون التعليم الثانوي وهي مدتها سنتين اللي هو الأول ثانوي والتوجيه. تعليم الثانوي: يعد التعليم الثانوي البنية الأساسية التي ينطلق منها الطالب حسب شو مقدراته وشو ميوله، بينتقل للمرحلة اللي بعدها بتكون للتعليم العالي، إن كان بده يروح على الجامعة أو بده يروح على الكليات. مدته رح تكون سنتين، حيث يعمل التعليم الثانوي على تقديم الخبرات الثقافية والعلمية والمهنية المتخصصة التي تلبي حاجات المجتمع. خصائص التعليم الثانوي: يتميز التعليم الثانوي في المملكة الأردنية الهاشمية بمجموعة من الخصائص، منها يمثل حلقة الوصل التي تربط الطالب بالتعليم الجامعي أو سوق العمل، يحقق المواءمة في الإعداد الأكاديمي والمهني للفرد بما يتناسب مع التقديم العلمي في المجالات جميعها، يعزز ثقة الفرد بنفسه وبناء شخصيته المستقلة القادرة على النهوض بالمتطلبات المستقبلية. هلأ رح نحكي عن أنواع التعليم الثانوي. عندنا التعليم الثانوي بينقسم لقسمين، الشامل والمهني التطبيقي. هلأ الشامل بينقسم لقسمين، المهني والأكاديمي. الأكاديمي هو العلمي والأدبي، والمهني اللي هو الصناعي، زراعي، فندقي، اقتصاد منزلي إلى آخره. هلأ المهني التطبيقي اللي هي مؤسسات التدريب المهني. هلأ رح نشوف شو الفرق بيناتهم ونتعرف عليهم أكثر. هلأ الشامل اللي بدي إياكم تعرفوه منه إنه في إله امتحان شهادة الدراسة الثانوية، إيش يعني؟ في إله امتحان توجيهي. هلأ ومن بعديها بروح لجامعات وكليات المجتمع، وبعدين بروح لسوق العمل. هلأ مؤسسات التدريب المهني هي بتروح مباشرة أنت على سوق العمل، يعني أو على المهن اللي أنت بدك إياها، بتتدرب وبعدين تنزل على سوق العمل. هلأ أنت ما في داعي إنك أنت تروح تعمل توجيهي، تمام؟ أو تروح تدرس جامعة. طب هلأ الشامل أنت في عندك يا العلمي، الشامل في عنا أكاديمي. هلأ العلمي والأدبي أوكي بينفع لذكور وإناث، تمام؟ المهني في عنا تخصصات لإلها ذكور وفي تخصصات إناث. هلأ الصناعي بيكون للذكور، الزراعي بيزبط لذكور وإناث، الفندقي والسياحي بيزبط لذكور وإناث. هل في كمان شغلة لازم تعرفوها عن الشامل المهني؟ إنه إذا الواحد بده يروح على الجامعة، بده يفوت الجامعة، في لازم مواد ياخدها كمواد إضافية بدرسها الطالب عشان يفوت الجامعة. هلا في كمان معلومة بدي إياكم تعرفوها، إنه لما كيف بيحسبوا المعدل لأنك تفوت علمي أو أدبي أو صناعي أو تروح للتدريب المهني، في عندك المعدلك 30% من معدلك في الصف الثامن، زائد 30% من معدلك في الصف التاسع، زائد 40% من المعدل الصف العاشر. على أساسه بودوكم علمي أو أدبي، بس أنت طبعاً إلك حرية الاختيار، بتختار إيش أنت بتحط بترتيب الطلب. أول إشي مثلاً بدي علمي، بعدها بدي أدبي، بعدين بدي مثلاً صناعي، إيش اللي أنت بدك إياه بعديها. طبعاً هلأ أنت شو اللي بتختاروه، بدكم علمي، بدكم أدبي، بدكم صناعي، هذا بيحدد عليكم التخصصات اللي رح تفوتوها بالجامعة. هلأ رح نحكي عن التعليم الجامعي. أسس الالتحاق بالتعليم الجامعي شو هي؟ هلأ طلاب الشامل الأكاديمي يعني العلمي والأدبي اللي ناجحين في عندهم تخصصات معينة بيقدروا يروحوها. هلأ الفرع العلمي كل التخصصات متاحة اللي بكل موجودة في الجامعة. هلأ الفرع الأدبي في عنده تخصصات محددة اللي هي التخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، الشريعة، نظم المعلومات الإدارية، الآداب، اللغات، الصحافة، الإعلام، العلوم الإدارية والاقتصادية، العلوم التربوية
والحقوق والتربية الرياضية وفنون جميلة، يعني التخصصات العلمية للأدبي غير متاحة، مثل الطب، مثل الزراعة، مثل طب الأسنان، التمريض، الهندسات بأشكالها جميعها، كلية العلوم بأشكالها كلياتها اللي هي بتكون في بالجامعة عنا كلية العلوم أو كلية الطب. هدول الكليات غير متاحة لطلاب اللي درسوا أدبي. في عنا طلبة المسار الشامل المهني، يسمح لطلبة الدراسة الثانوية العامة الناجحين في الفروع المهنية التقدم للقبول في الجامعات في تخصصات محدودة لكل فرع مهني شريطة دراسة مواد العلوم الأساسية البحتة، كما يدرس طلبة المسار الأكاديمي والنجاح فيها. يعني مثلا أنت درست زراعي بتفوت الجامعة زراعة، أنت درست صناعي مثلا تكييف وتبريد، درست ميكانيك، درست أي من هدول التخصصات، بتكمل بتاخد مواد إضافية هاي المواد عشان تقدر تفوت هندسة. هلأ إذا كنت مثلا أنت دارس اقتصاد منزلي بتكمل بالجامعة اقتصاد منزلي، بس ما بيكون لك مفتوح تخصصات تانية أنك أنت تدرسها، هي تخصصات محدودة. حاجات سوق العمل وفرص العمل. هلأ أنا أول إشي لازم أختار أنا تخصص بدي إياه وحابه، وبنفس الوقت يكون في له مجالات في سوق العمل، وبندرس سوق العمل شو اللي بيحتاجه، وبنفس الوقت أنا أكون بحب هذا التخصص ويكون أنا عندي إلي رؤية واضحة إيش اللي أنا بدي أعمله في المستقبل وشو أنا حابب، وين أنا شايف حالي، وين بدي أكون. وإحنا هيك خلصنا درسنا لليوم. رح أترككم هلأ تحضروا فيديو، هذا الفيديو رح يجاوب على التمرين اللي أخذناه في الحصة السابقة، وبتمنى لكم كل خير، وأكيد بتمنى لكم النجاح في حياتكم العملية والتعليمية وبكل المجالات بحياتكم إن شاء الله. الاختيار، كلنا نولد بهالدنيا بدون ما يكون عندنا الخيار بهالشيء. الواحد ما يختار أمه أو أبوه أو خلده يمجيب لي معايا، لكن نكبر ونستوعب ان الحياة فيها اختيارات. رغبتي هي اللي تحدد مثلا هل اختار الموز ولا التفاح. تمر السنين، ندرس ونكبر، وفجأة يجي ذاك اليوم اللي نتخرج فيه من ثالث ثانوي وبسرعة لازم اختار تخصص. الحين بعد ما كان اكبر همي الموز والتفاح، فجأة صار لازم احدد الى اي جامعة اروح، ادرس هنا ولا برا، ادخل هندسة ولا طب ولا إدارة. طيب نسبتي يمكن ما تسمح للطب، بصراحة كشخة لو ينقال عنه مهندس، بس شكله معقد. أحس ما عندي رغبة للإدارة أصلاً ما أدري وش رغبتي. المعاناة اللي قبل شوي كثير اللي مروا فيها، بعضهم اتخذ الخيار في وقت ضيق، بعضهم اتخذ الاختيار تحت ضغوط الأهل والأقارب، بعضهم اتخذ الاختيار عشان وجاهه في المجتمع، وبعضهم اتخذ الاختيار لأنه ببساطة ما يدري وش يختار. السؤال هو كم واحد اختار التخصص اللي ببساطة هو فعلا يحبه ويناسبه؟ حسب استطلاعات الانترنت تقريبا نصف الطلاب في السعودية دخلوا تخصصات مختلفة عن رغبتهم الشخصية، نصف هالنصف يكرهون التخصصات اللي هم فيها. عزيزي الطالب، لما تفكر انك تختار تخصص دائم حط في بالك شيء وشيل من بالك شيء. الشيء اللي لازم تحطه في بالك هو سعادتك، والشيء اللي لازم تشيله من بالك هو نظرة المجتمع لهذا التخصص. جميل انك تستشير اللي حولك واصحاب الخبرة، لكن بالاول والاخير القرار المفروض يكون لك انت، هذه حياتك. خلوني اعطيكم قصة واقعية عن هالموضوع، عن السعادة والمجتمع. انا اعرف شخصين، واحد منهم دخل الكلية التقنية والثاني دخل جامعة البترول. الاول درس سنتين تخرج بدبلوم ميكانيكا سيارات، والثاني درس 5 سنوات وتخرج ببكالوريوس هندسة كهربائية. الأول كان يقول لي أنا يكفيني أدرس سنتين وأتخرج بدبلوم وأتوظف براتب 4000 ريال وأتزوج بنت عمي وأعيش معها مع أمي وأبوي بالمزرعة وأعيش أبسط حياة بدخل بسيط. والثاني كان يقول لي أنا راح أكمل ماجستير وراح أسافر برا وأدرس وأشتغل بشركات عالمية، ولما أتوظف راح أشتغل لما يصير عندي خبرة كافية إني أفتح لي شركات ويصير دخلي الشهري على الأقل 100,000. يعني من الآخر لو شفت فراري بالمعرض الله يرجعك، بكتب شيك وبرجع عليه البيت. هل هذا يعني ان الثاني طماع واكبر هم الدنيا؟
أو أن الأول مسكين وعلى باب الله ومش عارف يعيش. لا، لكل إنسان سعادته. أوكي طيب، أنا حطيت في بالي سعادتي وشلت من بالي المجتمع، بعدين كيف أختار تخصصي؟ بشكل مختصر، هذه ثلاث نصايح وثلاث خرافات لازم ننشرها بيننا ونغير فيها الثقافة الخاطئة عندنا حول تحديد التخصص. إذا كنت طالب ثانوي ركز فيها كويس. النصيحة الأولى، اعرف نفسك. كثير منا يعتقد أنه يعرف نفسه، لكن بمجرد ما تسأله وش قيمك، وش أهدافك بعد 10 سنوات، وش الأشياء اللي تحبها، وش الأشياء اللي تحقق لك السعادة، تلقاه يتلعثم وما يلقى إجابة سريعة. لازم نعرف أنفسنا بدقة، هذه مسؤولية صعبة، ما حد راح يعلمك من هو أنت وش الأشياء اللي تناسبك. عشان تحدد تخصصك لازم تعرف ميولك وقدراتك. التخصص المثالي هو اللي يحقق لك الشيئين مع بعض. النصيحة الثانية، اعرف فرصك. هذه المرحلة هي اللي تصيغ طموحك بشكل واقعي. الموضوع يتطلب بحث الجامعات اللي ممكن توصل لها، النسب المطلوبة، التخصصات المتاحة. النصيحة الثالثة، اعرف التخصصات. لازم تقرأ كل تخصص باهتمام مساوي للتخصص الثاني. جرد نفسك من كلام الناس وحتى من تخميناتك المسبقة. اقرأ عنه كأنك تقرأ الأول مرة، واطلع على جدول المواد اللي فيه وحتى طبيعة كل مادة. حتى ما يمنع أنك تزور الجامعة وتسأل مختصين عن هذا التخصص. وفي نفس الوقت في ثلاث خرافات لازم نتخلص منها. الخرافة الأولى، والله هذا التخصص صعب وهذا تخصص سهل. هذا الكلام اللي يضيع الآلاف من الطلاب. صدقني، التخصص الصعب هو اللي ما يناسبك، التخصص السهل هو المجال اللي تحبه. ما في شيء اسمه صعب، إذا دخلت التخصص اللي تحبه راح يكون سهل بالنسبة لك. الخرافة الثانية، بعض التخصصات أقوى وأفضل من غيرها. أكبر جريمة نسويها في الطالب هي محاولة إقناعه أن التخصص اللي يبيه ما له مستقبل، وأن التخصص الفلاني قوي ويضمن لك حياة كريمة. صدقني، الوجاهة ما راح تنفع كذا صرت بائس في تخصص اخترته عشان ترضي طموح أهلك أو عشان البرستيج. وإذا دخلت تخصص تحبه فعلا، تقدر تصنع 1000 فرصة لنفسك. الخرافة الثالثة، التخصص يحدد باقي حياتك. انتبه من هذه الخرافة، في ناس تحسسك أن التخصص سجن وطريق بدون رجعة. أبدا، التخصص هو تجربة استكشاف وتوسع في مجال من مجالات الحياة. ممكن تشتغل في مجال مختلف إذا تخرجت. أنت تدري أنه كثير من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين ماسكين مناصب مختلفة عن تخصصاتهم؟ إريك شميت، المدير التنفيذي لجوجل من 2001 إلى 2011، تتوقع متخصص في مجال الكمبيوتر؟ لا، هندسة كهربائية. الشنب هذا اللي ما عرفنا ننطق اسمه، المدير التنفيذي الكانون من 95 حتى الآن، حتى ما تخرج من إدارة أعمال، دارس قانون. طيب ستيف جوبز، المدير التنفيذي لآبل، ما كمل حتى تعليمه الجامعي أساساً. يعني بالنهاية، التعليم الجامعي المفروض ننظر له على أنه فرصة للاكتشاف وتنمية المهارات، بدل ما إحنا قاعدين نشوفه مسار يحدد حياتنا. والحين، شو بدك تأكل؟ تفاح ولا موز؟